بنحييكم أصدقائي وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتابعين مشاكل وحلول لليوم. بداية البرنامج مع بسمي، وبتمنى من خلال هذه الأطلالة نسعى قدر المستطاع لرسم البسمة على وجوهكم بالرغم من كل الملفات المثقلة كتافنا فيها بلبنان. طبعا من خلال هذه الأطلالة منقول ممكن منضوي شمعة، ولكن بمعنى مجازي أكبر ممكن نضوي باكيش شموع، لأنه واقع جمعية بسمة لبنان هو الاهتمام بالإنسان المحتاج بصريح العبارة مهما تعددت العناوين ومهما تعددت النشاطات. بكل مرة منلتقي مع المؤسسة والرئيسة ساندرا خلاط عبد النور منقول مفترض أن تكون هذه المرة أحلى من المرة اللي كانت قبلها، وبالواقع بتصح توقعاتنا لأنه زيارتها لعنا اليوم غنية من خلال المعطيات اللي راح نتابعها بالتحقيقات. اسمحوا لي رحب بمؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان ساندرا خلاط عبد النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شو هالبسمة هيدي؟ شكرا. قديش بنسعى بهذه المحطات الصعبة ستنا انه نقول فعلا بدنا نرسم بسمة على وجوه كثير من الناس تعبانين مرهقين من خلال كل الملفات والاوضاع المعيشية اللي عم نمرق فيها، شو بيعنيكم هذا الموضوع بصريح العبارة؟ يعني حاليا بالاوضاع اللي عم نمر فيها بلبنان اهم شيء نرسم البسمة، وقتها نرسم البسمة بيكون انجاز. وهيدا هو فخر لإلنا وقت عم نقدر نرسم بسمات على وجوه العائلات اللي متضررة من الوضع الاقتصادي والأمني وكل الوضع اللي عايشين فيه. طب اليوم ستنا أنتم من نسيج هذا المجتمع، قديش محصنين، قديش أنتم قادرين على ما تتأثروا وتجعلوا غيركم هو المبتسم، علما أنه كل الأوضاع والملفات اللي أتينا على ذكرها كلنا كلبنانيين يعني بكل أطياف المجتمع بيعيش وبيعاني منها، ولكن أنتوا الغريب أنه نشاطكم ما تأثر، يعني رزنامة عملكم ماشي مثل ما هي مقررة، عم بتقوموا بكل واجباتكم بكل المعطيات، مطاعمكم مفتوحة، مساعداتكم عم تتقدم لكل الناس بوقتها، وهذا يلي ببشر بالخير. يعني اللي عنده إيمان وبربنا ما في يوقف، وهيدا هو قوتنا، وهيدا اللي الروح الاستمرارية رح تضلها معنا طالما نحن مؤمنين بربنا بالشعب اللبناني وبلبنان بحد ذاته. وقت اللي بنقول نحن مؤمنين بالشعب اللبناني، والكل بيعرف اليوم دور المرأة بالمجتمع اللبناني، هي ثلاث أرباع المجتمع. مزبوط. عم نزيد عن النص. لانه بلاحظ دائما يعني كثير من نشاطاتكم متوجهه لتمكين دور المراه، طبعا الجائزه اللي اخذتوها السنه الماضيه يعني قد يكون الدافع هو هذا العنوان وغيره من الجوائز اللي بتمنى انكم تاخذوها بالايام اللي جايه، ولكن تمكين المراه شو بيعنيكم بجمعيه بسمه تحديدا؟ نحن صار لنا 14 سنه بنعنى بالعائلات المحتاجه، ووقتها بنحكي عن عائلات محتاجه بدنا نحكي تلقائيا عن المراه والرجل وين؟ لانه أكثرية العائلات اللي بسمة عم بتساعدها هن نساء عم بتكافح لوحدها تتعيش أولادها بكرامة وتأمن لهم لقمة العيش. غالبا الرجال يا مش موجودين يا بالحبس يا متوفي يا مريض، بيكون في حالات، هلا مش الكل اكيد، نعم، بس عم نحكي عن أكثرية العيال. مشان هيك دور المرأة كثير مهم تقدر هالعائلة تقوم بحالها. المرأة لازم أول شيء تهتم بحالها وتهتم بعائلتها، ما فيها تقوم بالعائلة إذا ما قدرت تقوم بحالها أولا. مشان هيك نحن عم نسلط الضوء على أهمية المرأة بالعائلة، ونقدر نكون حدها تقدر نمكنها ونقدر نأمن لها كل حاجاتها وحاجات عائلتها. يعني تمكين المرأة يعني كلمتين حروف قليلة ولكن مغزيهن ومعنيهن واسع جدا. صح.
قديش الواقع بيقول نحن قادرين انه نمكن المرأة اليوم لحتى تكون مؤهلة لتقود يعني بيتها، عيلتها، ورسالتها بالمجتمع اللي هي وللأسف يمكن فرضت عليها لبعض الأسباب. مزبوط. ولكن شو يعني تمكين المرأة؟ وبعد شوي رح نشوف فيديو عن هذا الموضوع. في صعوبات كثيرة بهالموضوع، لأنه المرأة صار لها سنين وسنين ما عملت يعني حق العمل والوظائف، يعني صار لها زمان ما فاتت على هيدا الحقل وما بتعرف كيف، وعندها خوف وعندها كآبة وبدها متابعة نفسية. سو نحن وقت نقول تمكين المرأة هي تمكين على عدة أصعدة، إن كان على الصعيد المادي يعني الغذائي والملابس وكل هول، كله مأمن، إن كان على المتابعة النفسية كمان لأنه هي منا مؤهلة تواجه المجتمع، عندها خوف كتير كبير، شيء فرض عليها يعني. صح. وبعدين عندهم كآبة، عايشين عندهم يعني أمراض نفسية كتير أوقات، يعني رغم هالأمراض النفسية ورغم كل المشاكل ورغم الفقر مجبورة توقف على إجريها ومجبورة تكفي تقدر تساعد أولادها وتساعد عائلتها. يعني أنا بدي هني حالي على شغلة أنت لمستيها وهي كثير مهمة، يعني ركزتي على الناحية النفسية. صح. يعني البعض الآخر يعني بيفتكر أنه بس يعني المرض النفسي، البعض بيقول يمكن فانتزي أو منه أساسي أو منه رئيسي بحياتنا، عنده الأمور الثانية، ولكن الواقع النفساني قديش بخفف علينا نحن مشاكل اذا قدرنا تنبهني له واهلني ورعيني ورعيني بالوقت ذاته. نحن ما فينا يعني صار لنا 14 سنه عم نشتغل على الارض، كنا من زمان اول ما بلشنا نجرب نلاقي وظيفه لشخص اذا نفسيا منه مؤهل لحتى يستلمها، يعني في يستلم على يوم يومين يرجع يهرب يرجع يفل، منه مؤهل. لازم المتابعه تكون قبل، نحن منواكب العائله والنساء بشكل خاص قبل ما نلاقي لهم. نحن مين؟ نحن الجمعيه كلها، يعني عندكم فريق، عندكم فريق اخصائي؟ عندنا فريق اخصائيين، عندنا مساعدات اجتماعيات، وعندنا بسيكولوج وبسيكياتر. نحن منتابع العائلات على كل الاصعده ومنجرب نوصلهم للاستقلاليه الماديه المعنويه والنفسيه. بيجوا باكج، يعني ما في يوسع على الاستقلاليه الماديه اذا كان نفسيا مضطرب. مش هيك نحن بنمشي بخطه عمل، بنمشي فيهم كلهم ان باراليل. اليوم انتم عملتوا دوره يعني كانت كثير مهمه، دوره صارت بالشياح. مزبوط. يعني بالتعاون مع بلديه الشياح، بنوجه له تحيه كمان لرئيس البلديه ولكل الاعضاء. قديش مهم نقول انه مركز الرعايه الاوليه الصحيه بالشياح، يعني من خلال يعني استقباله لهذه الندوه او لهذا يعني الورشه انجاز التعبير، قدرت تكون مميزه عن سابقاتها وممكن تاهل المراه وفقا لحماسها. وقت اللي بنقول انه نحن في ورش عمل يعني بتكون البرامج محضره، ولكن المشاركات كيف بتم اختيارهم؟ لحتى نقول للناس اللي عم بيتابعونا هلا كيف بيقدروا يتواصلوا معكم مثلا. ايه صح، نحن هلا مشان هيك بلشنا هلا مع بلديه الشياح. نعم. وبدنا نشكرهم على هالتعاون اللي كان كثير حلو، ومنحب بكره نتعاون مع كل البلديات، بلديه بعد بلديه، لانه اول شيء نحن بعائلات بصمه في نساء حابه تتابع هالدورات، وكمان بالمجتمع حابين نشوف مين النساء اللي كمان حابه تشارك، مش بس يعني نحن عم نشتغل مع عائلات بصمه، بس مع كل النساء اللي حابه تكون هي مشاركه بهالدورات. شو يعني دوره؟ خبريني. دوره هن دورات مع اشخاص اخصائيين بحقل العمل، ان كان اتش ار مانجرز، ان كان تريننج مانجرز، يعني بكل اختصاصات معينه ولا صح؟ عندنا من الفنادق اجوا، من البنوك اجوا، من المطاعم اجوا، عم بيتطوعوا هن وعم بيعطوا من وقتهم ومن خبرتهم. مجانيه يعني الدوره؟ صح، يعني اكيد مجانيه، ما حدا بيدفع شيء. اكيد ما حدا بيدفع شيء. وعم بيعطوا من خبرتهم، وهذا الاهم، مش عم نجي نعطي تيوري، عم نجي نعلمهم مزبوط كيف عم بتصير الامور على الارض، وعم نعطيهم الاشياء المطلوبه من الارض، مش انه يعني هن هاي الاشخاص نساء ما صحت لها الفرصه تفوت على الجامعه، في منهم تركوا المدرسه عمر يعني بكير، تركوا بعد البروفي، ما قدروا اخذوا هالخبره هالدعم اللي نحن هلا عم نعطيهم اياه يقدروا يوصلوا على سوق العمل وينخرطوا بالمجتمع. طب كم يوم بيوصلوني لانخرط بالمجتمع واوصل لسوق العمل؟ هذا اللي بدي اعرفه. نحن عملنا انتنسيف تريننج، يعني عم نحكي عن 30 ساعه متواصلين
هن كناية عن كيف بيصير التنظيم الإداري، كيف يعني بيتعلموا قديش كان عدد المشاركات، طرق التواصل، طرق النيغوسياسيون. نعم. قديش كان العدد؟ 25 لكل دورة، يعني نحن كل 3 أشهر عنا دورة ل 25 مرة بس يقدروا يستفيدوا. نعم. لأنه بنفس المركز بالشياح ولا رح تنقلوا على لا رح ننقل كل دورة ببلدية بمنطقة. طب تسمحي لي أنا وياكي سوا نشوف الروبورتاج، يعني من خلاله نحن بنتعرف على اللي عم بتقوله الرئيسي والمؤسسي لجمعية بسمة لبنان ساندرا خلاط عبد النور. بنشوف سوا ونتابع. حسينا الفرق يعني بين اول مره وهلا. نحن وقت عم نشوف هذا الشيء وهلا عنا شهرين ثلاثه نقدر ان نلاقي لكم شغل اكيد لكل اللي حابب، لانه بنكون مش بس عم نساعدكم، عم نساعد عائلتكم كلها. ونحن هذا هو هدفنا. ونحن دائما رح نضلنا معكم ونواكبكم ونشوف شو اللي حبيته اكثر شيء، شو اللي حبيته اقل شيء، وين فينا نحسن، وين فينا نطور. نحن دائما على السمع، شو ما بدكم بدقوا بابنا. دائما رح نكون عم نطور، بدكم فوق دورات كمبيوتر رح نجرب نعمله، رح كل شيء بدكم انتم بس اطلبوا. نحن بدورنا بدنا شكري. حسيتوا حالكم استفدتوا؟ اكيد اكيد وتغيرت يعني النظرة واكتسبنا كثير معلومات، اخذنا ثقة في كثير اشياء. بعدين كنا نخاف يعني مثلا ما عندنا الجرأة من شغلة او نتلبك شوي، قوينا يعني بس قويت شخصيتنا، الشغلة بتصير اقوى فيها. وهيك مستعدين تطحشوا وناكلوا ويلا نطلع منه. يعني كنا فشخه لقدام 10 لورا، هلا لا بالعكس صح. نحن شو ما بتحب يعني كل شيء نحن حدكم، ما تقولوا ما عندي هاي ما فيي اعمل هاي، لا يعني هول المخاوف او كل شيء عندكم حواجز يعني انتم بتحسوا بذهنكم او هيك احكوا فيهم. نحن دائما عندنا حل، ما في شيء ما له حل، كله بينحل تواحد يتقدم ويروح لقدام، ما نضلنا واقفين محلنا. وهذا يعني دائما وكل الواحد اللي بيسعى دائما الله بيكون معه، لانه كلهم عندهم طموحات انه يعملوا شيء بالاضافه للوظيفه، في عندهم طموح شخصي. بلكي انه ببلشوا باراليل مع اثنين ما بيقدروا، بدهم قلب وبدهم بيشتغلوا. بقى نحن وكلهم يعني باسم الجميع انا باخذ المبادره انه حابين يبلشوا بهالاون باراليل بين مشروع شخصي صغير بقرض بسيط، ما في تعجيزات صح. بس بدنا يعني نحن بدنا نكون اكيدين يعني بدنا نقعد معكم قبل نشوف المشروع، نشوف قد ايه دقيق وقد ايه الكلفه. عجبك؟ كثير حلو. منك شايفتيهم قبل؟ هاي أول مرة بشوفهم. عجبوكي؟ عرفتي مين اللي عم يحكي؟ يلي لفتني يعني نسبة الأعمار. صح. مش صبايا بأول عمرهم يعني. نحن بين 17 و37. كثير مهم يعني أنتم عم بتطالبوا المرأة يعني بمختلف يعني قطاعات حياتها لحتى نقدر نقول. في سيدة لفتني انه كانت فزعانة قبل، يعني اخذت استمدت الجرأة والثقة يعني من خلال يعني الساعات اللي انتم قضيتوها معه. طب وقت اللي بتقولي لهم نحن حدكم دقوا بابنا واحكونا، طبعا اللي مجربكم بيعرف، ولكن ترجمة هذه الكلمة بقاموس الحياة نحن حدكم شو هو المقصود؟ يعني ما في شيء هلا مثلا باخر وقتها وزعنا السيرتيفيكت، نحن كنا طالبين منهم، كنا عم نعمل جودو رول يعني نفرجيهم. نعم. كيف بيصير الانترفيو، كيف بيعملوا انترفيو، عم نصلح لهم اغلاطهم وهيك. ما كان قلنا لهم تعوا انه يجوا يكونوا لابسين كانه انترفيو. اكيد لابسين. لا كانه انترفيو. اوكي. قالوا ما عندنا تيب، رحنا دغري دبرنا لهم تيب وهيك. يعني اللي شايفينهم اليوم يعني عم جميل واحد يعني انتم
انتم حبيتوا انه تقدموا لهم هالتينول؟ نحن دائما بنقدم ملابس مجانا للكل، قينا لهم ملابس بليق انه بالانترفيو تيعرفوا كيف بتصير الامور. بهذا المعنى انه نحن ما في شيء ما له حل، نحن دائما عندنا حلول، يعني دائما لانه اللي بده يشتغل بخاف، مثلا انا ما معي ادفع تاكسي، نحن بندفع تاكسي، ما في تيب، نحن بنجيب التيب، يعني ما يخلوا هيك خوف يوقفهم. الله يعطي، الله يبارك ويزيد ويعطي اللي بيعطي ويطول بعمره مثل ما بيقول المثل. ولكن انتم من وين؟ من من وين؟ يعني بدنا نحط ايدنا بالجيبه على طول، بدنا ندفع بدنا ندفع بدنا ندفع، كيف عم نقدر نعبي، كيف عم نقدر نمول لحتى نخفف هذه المشاكل عن الناس ونقول لهم دائما نحن عندنا الحلول؟ من وين؟ يعني لهلا نشكر الله ولا مره ساعة. حسينا من 14 سنة كل ساعة كل دقيقة انه ولا مره يعني قلنا انه ما مش قادرين نساعد حدا، يعني اللي بدنا نساعده عم نقدر، مش دائما بالمصاري، يعني اوقات باتصال صغير، اذا حدا اعطينا ملابس، اذا معمل اعطينا تيب كالسات، بكل الطرق، حتى بالوظائف. مش هلا نحن عندنا منتدى الوظائف، يعني فورم دو لامبلوا، من بعد بالدوره نحن هدفنا نامن لهم عمل، مش بس نعمل لهم الدوره. بلبنان ولا بتسافروا؟ وهلا احنا مامنين بلبنان ولا بتسافروا لبرا؟ لا اكيد الهدف يبقوا بلبنان اكيد. مع عيالهم بقى، نحن كل الاشخاص اللي اجوا من الفنادق، من المصارف، من المطاعم، كل هول الاشخاص تعرفوا على هالنساء من خلال الدوره، ونقوا كل حدا، نقى مره يعني بكل دومين عم تشتغل، يعني صرنا موظفين يعني تقريبا نصهم، سيدي لحتى هو يدربها يتابعها ويأهلها صح، ويعطيه لازم انه تنعطاه كسيده لبنانيه محترمه صح، يعني لقوا عمل من بعد الدوره، وهذا اللي مهم، هذا اللي نحن نهدى يعني نطمح له، وهذا هو هدفنا ان شاء الله. اليوم انتم قرأت بتقدموا تقريبا ل 85 ألف شخص مساعدات بالسنة صح، يعني نحن عنا شقين عم نشتغل عليه، العيال عائلات بسمة، يعني الفاميليال وعنا الكومينوتير، يعني كل شيء عم نحكي، مثل ما عم نشتغل هلأ مع البلديات، مثل وقتها بنعمل غير شيح. مع أي بلدية تشتغلوا أنت؟ هلأ بلشنا مع الشيح، وهلأ بركي يعني عنا الباب مفتوح، باب مفتوح يعني بعد الانتخابات. بلديات هلا عم نش... عم هلا مشغولين بالانتخابات، هلا نقطع الانتخابات ومن بعد الانتخابات. بس كمان عندنا المدارس الليليه، بنشتغل مع مدارس رسميه، يعني حتى بنشوف كل الاشخاص اللي التلاميذ اللي ما عندهم علامات، يعني عندهم اقل من المعين، اقل من ديس، بنخاف انه ما ينجحوا البروفي، يعني هو اللي بنتبعهم من الويتام للبروفي. هلا المناسبه مهمه، بنوجه نداء لحدا اذا بده يتواصل معكم اكيد لحتى تقدروا تساعدوه، للطلاب يلي غير متمكنين من يكون عندهم استاذ او معلمه يعطوهم دروس خصوصيه لحتى ينجحوا بالبروفي. نحن بنأمن هالشيء اكيد كمان بطريقه مجانيه للكل. كيف نتواصل معكم على الالو؟ على 01-393-077 393-077 077 من 9 ل 3 نعم. لكن كل أصدقائي اللي بيحبوا إنه معلمي أو أستاذ يساعد أولادهم، إحنا عندنا مدرسة مش بس كور بارتيكولي، يعني هي مدرسة بنعمل بروجرام بنتابع بنعمله أن باراليل. مش مدرسة مدرسة يعني رسمية بفتكروا؟ لا مدرسة ليلية لبسمة، وعطت يعني نحن ما في اقل من 98، يعني بينجحوا 98% وطلوع كلهم، يعني حلو. لانه عندنا يعني اشطر الاساتذه عم نجيبهم مختصين بهالموضوع، وهيك متطوعين عم بيكونوا؟ لا الاساتذه ما فيهم يكونوا متطوعين، لانه عم بيعطوا هن كور بارتيكولي، عم بياخذوا من الكور بارتيكولي تاعتهم، اكيد بيعطونا اسعار مخفضه. يعني 01-393-077 احفظوا هذا الرقم، اتصلوا بجمعيه بسمه لحتى تسجلوا بيتكم. وقتها بنحكي عن ال 85,000 هن كومينوتير، يعني عم نشتغل اوقات مثلا عيد الام وزعنا ل 500 عائله فاوتشرز، كل وحده ب 150 دولار. طب كيف بيجي يعني كيف بتختاروا 500 عائله؟ يعني حدا عم يسمعنا بيقول امتى بده يجي الدور لعندي؟ نحن بنسجل، يعني بنسجل كل الوقت، نحن عندنا توزيع اسبوعي لملابس ومواد غذائيه ومواد تنظيف ببدارو، بمركزنا ببدارو، دائما في عائلات، يعني كل جمعه عندنا ل 50 عائله، ما في حدا بنقول له لا، نحن ولا مره رفضنا حدا اصلا. هن بيجوا بيطلبوا ولا انتم بتكونوا محضرين؟ اذا عرفنا بحدا بنسجله عندنا بالليستا اكيد، يعني اللي بحب يطلب. شو بتقدموا لهم قلتي لي؟ مواد غذائيه وملابس، مواد تنظيف، يعني لمده شهر ولا اسبوع؟ طابيت تواليت، معجون اسنان،
كل شيء يعني. هو بيتقدموا لكم انتم سبونسرز؟ نحن كل شيء بيجي منوزع، ما في شيء بيجي. انتم كيف بيتقدموا لكم ولا انتم بتشتروا سبونسرز؟ لا كنا نشتري من قبل، هلا كل شيء على سبونسر. اذا بدنا نشتري هلا كارثه، اول شيء كل شيء غلي، وثاني شيء عدد الاشخاص اللي محتاجين عم بيكونوا عم بيزيد. اي اكيد ما بقى فينا نشتري. يعني 85,000 نحن بنتكل على كل التبرعات. هلا نحن عم نعمل فوداتو، يعني بدي تطلقيه نداء لكل المشاهدين انه كل واحد بيروح على السوبر ماركت او بيروح يشتري غلط، بليز انه يشتري، يفكر بهالعيال المحتاجه ويتصل فينا. في بعض السوبر ماركت بنشوفها عندهم، ولكن في شيء خاص صندوق لبسمه. هلا لثلاثة ايار عاملين حمله عم نجمع مواد لبسمه، مواد غذائيه ومواد تنظيف. يعني يشترون ويعطونا اياهم بمركزنا ببدارو، يتصلوا فينا على الرقم 01-393-0777 يوصلوا لنا اياهم. اذا ما فيهم يوصلوا لنا اياهم يحكون، بس هن اذا فيهم يامنون بيكون كثير منيح. يعني قايمين بهالحمله الفوداتو لحد 3 ايار. طيب اليوم السؤال بديهي بيطرح نفسه، يلي عم بيراقبكم وبيتابعكم بيقولوا بدنا نوصل لمرحله ممكن يكون في وراء كل هذه الخدمات مطلب، يا سياسي ترشح للانتخابات او بلديه طلبوا مني معهم. شو طلبوا؟ تعملي نايبه؟ لا انزل على البلديه. باي منطقه انت؟ انا هلا بكفايه، بس ما طلبوا بكفايه، طلبوا ببيروت. لا بس انا مني بعيده كل البعد عن الموضوع. ايش فيكي تنزلي محلين؟ ما فكرت بالموضوع، ما له شيء بيهمني. ما بيهمك ابدا؟ ابدا. طب ليش ما انت عم تخدمي كل الناس؟ شو خص؟ ما شاء الله انا مبسوطه. يعني المركز ما بيغريكي ابدا؟ ابدا. خدمه الناس هي اللي بتعنيكي؟ نحن مبسوطين باللي عم نقوم فيه، عندنا اهداف لبسمه، نطور بسمه، نصير بمناطق اكثر، لانه هلا نحن عم نساعد ببيروت وضواحيها، بس نحن بنطمح نكون شي نهار بكل لبنان. هذا هو يعني مركزين على هذا الموضوع. وقت قلتي لي من شوي خلينا مبسوطين، يعني قديش بتعملي مجهود لفعلا اليوم نبقى ونقدر مبسوطين؟ نحن وقت نشوف البسمة على وجوه العيال، وقت نشوف هالنساء كلها شو عم بيحكوا، في مشكل، في مشكل قد ايه عم بيقوى، وقد ايه يعني المشكل بلبنان كثير كبير طبعا. واذا كل الجمعيات يعني يعني بعد البلد واقف على الجمعيات. يعني هن الجمعيات هن اللي موقفين البلد، هذا ما في يعني اثنين يحكوا فيها، هذا الواقع. بس ما فينا ننكر دور الدولة كمان. دور الدولة؟ بشو؟ ما بتساعدكم ابدا؟ لا ابدا. ولا مرة. ولا مرة. ما عم نحكي عن بسمة بس بشو؟ لا عم بفهم عليك، ولكن كجمعيات جمعيات مدنية ما عم بتساعدكم ابدا. لا ابدا. بقى نحن كل الجمعيات فيهم الخير والبركة، كل هالجمعيات هي اللي موقفة لبنان وشعب لبنان على إجري. بتمنى لكل الجمعيات ما يفوتوا على السياسة، لأنه يعني بعدهم هن اللي موقفين البلد، مش ضروري هن يعني يصيروا يفوتوا بالمعترك السياسي. طب بدي أقول ساندرا، يعني من خلال يعني دورك كرئيسي ومؤسسي لجمعية بسمة لبنان، يعني عندكم تعاون مع لبنانيين بالاغتراب، او بتعملوا برامج مع الامم المتحده، مع اليونسكو، مع اي ناس ممكن يقدروا يساعدوا اللبنانيه هون بارضهم او لا؟ يعني بحلك الحقيقه مثل ما هي. يعني نحن بقى انا بحبك لانك بتحكي الصراحه والحقيقه، تفضلي. نحن اشتغلنا مرتين مع البنك الدولي. نعم. وكان كثير تعاون كثير حلو. حاليا قدمنا يعني على كذا جرانت، بس كثير الجرانتس محقوله بكل صراحه منهم للبنانيه. لمين لكن؟ مش للبنانيه. رايح للجوء السوري بهذه المرحله؟ للكل الا للبناني. ونحن بنهتم بالعائلات اللبنانيه، لانه هن اكثر شيء متضررين من الوضع الحالي. نعم. ومن كل هال اللي سببته هالاحداث أكيد بالوطن العربي. يعني نحن أكيد حابين نساعد الكل، منحب نساعد اللاجئين ومنحب وساعدنا اللاجئين بفترة معينة. اليوم الأفضلية لمين؟ للبناني؟ بس الأفضلية والأولوية، يعني واحد ما فهمت بيساعد الغير وما بيساعد أبناء بلده. طب اليوم أنتوا عندكم مطعم، هذا الشيء غلط، هذا الشيء مش مضبوط. واللبنانية عم شو بدنا يهاجروا يفلوا نترك البلد لمين؟ ليش هيك عم بيصير؟ يعني كل المجتمع الدولي ما عم بيساعد اللبنانيين وما بده يساعد اللبنانيين. بس هي كلمة خطيرة، هيدي كلمة خطيرة وصريحة، خطيرة. وهذا الحق، هيدا الواقع، هذا الواقع، انه المجتمع الدولي ما في حدا ينكر يعني اللي عم بيقولوا هذا الواقع، وما في حدا يجي يقول لا انه المجتمع الدولي مش عم يساعد لبنان ابدا ابدا. طيب هن بيقولوا انه بنعطي جرانت يكون اوقات نص نص، بس هن عم بيحطوا النص نص هو فعليا بس للاجئين. طيب اللي بدي اقول لك اياه شغله كثير مهمه، انتم عندكم مطعم من شوي قلتها، مطعم البسمه، كل خميس وسبت بتستقبلوا ناس للمسلمين؟ اذا دق عليكم الباب شخص غير لبناني
وبده ياكل. ما بنقول لا يعني نحن ما بنقول لا وساعدنا ما عندنا شيء ضد اللاجئين، ولكن اللي بيعمل خير اصلا ما بيفرق، هذا كمبدا. نعم نعم. بس نحن اذا اليوم عندنا 1000 دولار، هال 1000 دولار في يروح على الهند ساعد الهنود، وفي يروح على اثيوبيا ساعد اثيوبيا، وفي ساعد كل العالم. بس ما نحن اللبناني غرقان غرقان، وعم شوف عائلات عم بتعيش بظروف ما بتليق بانسان. يعني ليش بدنا نساعد الغير وما نتطلع بهالعائلات اللي عم تغرق، اللي هن اولاد بلدنا اولاد شعبنا، ونحن نساعد الغير وما نساعدهم؟ هذا منه منطق. طيب اليوم باطار هذه المساعدات، اليوم انت قلتي لي من شوي بتركزوا اكثر على بيروت على العاصمه، ولا عندكم بباقي المناطق؟ نحن امكانياتنا هالقد محدوده انه نقدر نساعد ببيروت. نعم. كل ما امكانياتنا رح تقدر حدا بيساعدنا نقدر نتطور ونصير نساعد بمناطق اخرى، نحن بالعكس هيدا هو هدفنا وهيدا مركزين عليه هلا. طب اليوم يلي بشوفكم عم تشتغلوا وبشوف الطريقه يلي بتصوروا فيها وبتحاولوا قدر المستطاع انكم تواكبوا انجازاتكم بتحقيقات وربورتاجات لحتى كل الناس تاخذ عينه، بنقول يعني انتم قادرين بمرحله وقت يلي انتم بتقرروا، انتم لهلا بعد ما قررتوا انكم تفتحوا فرع ثاني خارج بيروت او باي من المحافظات؟ هلا قررتوا؟ ايه. التوجه لوين؟ هلا التوجه على المتن، وبعدين بعد كم سنه على كسروين، شوي شوي ستيب باي ستيب. المتن على كفايه يعني؟ ما بنعرف هلا، عم نفتش تنشوف وين. شو المطلوب؟ هلا في حدا يمكن عم يسمعنا وبهمه هذا الموضوع يحط ايده بايدكم بصراحه. ان شاء الله. يعني انتم عم تشتغلوا بمبادره انكم تمدوا ايدكم للمجتمع المدني ويساعدكم، ولا مفترض ان يكون في بعض الخطوات التحضيريه لحتى تنقلوا او توزعوا نشاطكم على المحافظه؟ احنا مش رح ننقل، رح نضلنا ببيروت. ايه رح توزعوا نشاطكم طبعا. يعني نقدر نفيد مثلا مدرسه ليليه تكون بيروت وتكون بغير منطقه. نعم. لانه في تلاميذ بالمدارس الرسميه وين ما كان متضررين من الوضع اللي عايشين فيه. ليش رسميه سميت الرسميه؟ لا بيزعلوا. الرسميه؟ ايه انه مدارس رسميه عم تقولي. في مش كل المدارس بدي اسمي. نعم. بس في كثير مدارس ما عندها المستوى المطلوب تيقدروا ينجحوا. قديش كم طالب عندكم ستنا اليوم؟ نحن عندنا بالسنه 100. 100 طالب. وطموحكم انه يزيد هذا العدد؟ بس اكيد، بس هيدا حسب الامكانيات، كل ما بتزيد الامكانيات كل ما فينا نساعد. لاي صفوف؟ لاي صفوف؟ من الويتام للبروفي، بس مركزين على البروفي. هلا يعني اذا حدا تلفن بتقولوا له عندنا محل لنعطينا الرقم؟ ما بنقول لا، بس هلا خلصت السنه يعني بدنا ناخذ. ما هلا بس هلا الفحوصات يعني مشان هيك نحن. نحن بنعمل مش كور بارتيكولي يعني. هي كل السنه بنواكب التلميذ. نعم. نقعد معه على خلال كل الاشهر يعني كأنه لانه عبيد هو منه ضعيف. هو أيه. بيكون عنده جابس يعني. نحن يعني عم نرجع نعلمه كل شيء من اول جديد. عم نحكي عن تلاميذ الكثير ضعاف. نعم. خلينا ناخذ انا وياكي هلا بريك اذا بتسمحي، وبعده اصدقائي رح نكون بروبورتاج حول جديد جمعيه بسمه ترميم وتاهيل منزل عائله لبنانيه محتاجه. كيف وين منشوف بعد البريك. متابعين معكم اللي راح نشوفه هلا ستنا تحقيق جديد كيف وين وشو. ترميم بيوت، نحن كل فتره وفتره بنرمم بيت. هلا نحن بناء على طلب مين؟ العائله. نحن بنرمم البيوت بيوت عديده كل السنه يعني، بنفرشهم وهيك. بس ترميم كامل يعني مع الحيطان والنش والفرش ترميم كامل فروم اي تو زد، هيدا بنعمل واحد كثير كبير، بروجي كثير كبير. بس خلال السنه ما بنوقف يعني ترميم وازاز وتقوطه وفرش وحتى تلفزيون ومايكروويف، لانه ما عندهم شيء، براد وفرن. في كثير عائلات ما عندها شيء. نعم. وفي نش بالبيوت وفي مي بتفوت الشتاء بتفوت على البيوت. سو نحن بنهتم ب 70 بيت تقريبا بالسنه، بس بيت واحد ترميم كامل نعمل واحد. ما هي المنطقه هلا نقيتها؟ ببرش حمود، عائله كشكاريا. صح. بنشوف سوا؟ اكيد. اذا اصدقائي بنشوف الريبورتاج وبنرجع نتابع سوا.
يعطيكم ألف عافية، الله يقويكم، الله يطول عمركم، الله يرزقكم يا رب. تغيير، بس هلأ بعد ما اجوا الأغراض أكيد رح أحس تغيير أكتر. بشكركم كتير وبتمنى من كل قلبي لكل إنسان بطلب المساعدة إنكم تساعدوا وتفرحوا مثل ما فرحتوني إن شاء الله. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. كتير حلو، أنا ما كنت متوقع هيك بده يكونوا كتير حلوين. ميرسي كتير لألكم، شكرا كتير كتير لألكم.
في فرق كتير كبير كتير كبير مو شوي كتير من أول وهلأ. يعني أوضة النوم كتير حلوة وجوا كمان الصالون كان كتير الصالون كمان كان كتير حلو. ميرسي كتير لكم. ميرسي كتير لجمعية بسمة والله يعطيكم القوة حتى تقدروا تضلوا هيك بهالهمة وتساعدوا كل واحد بده لكم مساعدة. هيدا شو هيدا؟ سالون. عجبك؟ بقول لك شكرا. يعني طبعا باسم كل الاصدقاء اللي عم بيتابعونا كل الناس كل العائلات المحتاجه يمكن بدهم لو عندهم وقت يقولوا لك شكرا على طبعا هالتقديم الحلو كثير. طبعا اللي كنا هلا عم نشوفه هو قلتي لي بيرافقكم كل ايام السنه ولكن بروجي مثل هلا شفني هلا عم تحضروا واحد كمان؟ اكيد هلا بحزيران على رد. الله يقويكم. طبعا نحن عم نحكي انطلاقا من نشاطكم جمعيه بسمه لبنان ولكن بالشهر المقبل شهر ايار ضمن نشاطاتكم راح يكون في شيء خاص. اكيد احنا 15 ايار هو يوم العالمي للعائله. حلو كثير. وهيدا يوم كثير مهم لنا لانه نحن 15 ايار لان صار لنا 14 سنه بنهتم بالعائلات المحتاجه. فهو شهر ايار هو شهر العائله بنعتبره. نعم. وعم نقوم بكثير هلا عندنا كثير نشاطات رح نقوم فيها رح نعلن فيها خلال مؤتمر صحفي رح يكون ب 10 ايار من السيتي سنتر. رح يكون معنا يعني شخصيات عديده بنعلن عنها لاحقا ورح نعلن عن كل نشاطات الشهر بهذا المؤتمر الصحفي. عاده شو رح تكون طبيعه النشاطات؟ ميدانيه مناطق عندنا اول شيء الميل فور ميل بلشناه هذيك السنه. يعني عده مطاعم بفوتوا معنا وبقدموا لكل شخص بيروح لعندهم على المطعم بيتناول وجبه بقدموا وجبه ساخنه لعائلات محتاجه. هذيك السنه عن جد عملنا كل بيروت فينا نقول ما معقول قد اجينا وجبات ساخنه كان كثير حلو. ان شاء الله نقل رد هالسنه كمان يكون هيك. يعني تقدمت ببيروت للعائلات المحتاجه اللي هي طالبه. اكيد اجينا كثير وجبات وقد ما قدرنا وزعنا للكل. وعندنا كمان تعاون مع السيتي سنتر وكارفور كمان بهذا الشهر كمان رح نعلن عنه بالمؤتمر الصحفي. وعندنا كمان اساوير ليف لاف لاف قدموا هلا قرروا يقدموا قسم من الارباح لجمعيه بسمه. يعني في كذا نشاط بخلال هالشهر كلها مصادر تمويليه بس اهم شيء يعني. انه صح تمويل ومساعدات للعائلات. نعم. بس اهم شيء انه هيدي الحمله خلال كل الشهر. نعم. شهر ايار مدعوم من الفنانه نانسي عجرم بدنا نشكرها. هذا ثاني سنه على التوالي بتدعم. شو رح يكون دوره؟ بس دعم ولا في نشاط في حفله يعود غي على بسمه وللعائلات المحتاجه ولا لا؟ اول شيء بركي نتامل وجودها بالمؤتمر الصحفي هلا بس بعد ما عرفنا لانه معقولكم عندها سفره. نعم. وكمان هي بمجرد ما حطت صورتها وحتى سلوغان عم بتقول للناس دعموا العائلات دعموا بسمه وهذا الشيء كثير مهم ان كان على السوشيال ميديا او حتى على يعني بكل على كل الكوميونيكيشن تولز اللي نحن عم نستعمله. طب اليوم انت سميتي بعض الجهات يعني وقلنا ممكن يكونوا هن شركاء يعني بيدعمكم انتم ولكن الناس اللي هلا عم بيتابعونا بلبنان بالوطن العربي وين ما كان كيف ممكن يدعموكم انتم كجمعية بسمة لبنان؟ فيهم يتبرعوا من خلال الموقع الإلكتروني يعني أونلاين دونيشن بقى على www.basma.org organization بسمة دوزيس يعني وحتى بالوسترن يونيون بكل يعني عنا بكل البنوك عنا حسابات بكل البنوك. ومش بس هيك عنا هلأ غدا بحب أعلن عنه اليوم ب 31 أيار بمطعم أهواك بالسيتي سنتر. بندعي الكل يتصلوا فينا على
0-1-3-9-3-0-7-7 تياخذوا البطاقات اللي هن بس $50 بيكونوا عم بيساعدونا وعم بيساعدوا العائلات المحتاجه بشهر العائله او بمناسبه اليوم العالمي للعائله كمان. طبعا من خلال كل هذه النشاطات قلتي لي من شوي انه يعني الوزارات المعنيه او الادارات بالدوله مغيبين عن دعمكم انتم. هلا متاملين انه يكونوا موجودين معنا بالمؤتمر الصحفي. لحتى هيك نقدر نتكل على الدعم، دعم معنوي على الاقل. طب انتم السنه الماضيه اخذتوا جائزه وكانت هي لافته يعني بالعيد 13 لكم وسلمكم اياها معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رشيد درباس، يعني هذه الجائزه اليوم قديش حفزتكم لحتى تقدروا توظفوا كل امكانياتكم بتصرف كل العيال اللبنانيه بصراحه؟ يعني نحن هذه الجائزة كانت كثير مهمة بتتوج عمل 14 سنة عمل متواصل، وهذا كان فخر لنا انه نربح الجائزة الأولى بفئة تمكين المرأة. برافو. وهلا كمان إن شاء الله نعلن قريبا عن جائزة ثانية. جائزة ثانية بتستاهلوا أكثر. أنا بدي أشكرك وأقول لك أهلا وسهلا فيكي ساندرا خلاط عبد النور مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان. شكرا لك ستنا للاستضافة. ميرسي. أهلا وسهلا فيكي. أصدقائي نحن وصلنا لختام حلقة اليوم، نلتقي بكرة معكم إن الله راد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.